إذا مرة أخرى شكرا جزيلا على الضيافة الكريمة التي استمتعت بها هنا في المغرب أيضا اليوم. لقد قضيت زيارة جيدة جدا هنا في المغرب. في الأمس التقيت بنظيري السيد وزير الداخلية، واليوم أو في الأمس بعد أيضا في لقاء آخر مع وزير الشغل، واليوم مع وزير الخارجية. فإذا لمسنا من خلال هذه اللقاءات عددا من المجالات التي تحتاج ونمط فيها توثيق وتعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا، وقد شخصنا من خلال التبادل عددا من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل التي نحن نشارك فيها موقف متماثل بين المغرب وألمانيا، منها الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك أيضا قبل كل شيء مكافحة تحريب البشر ومكافحة الإرهاب بالطبع. ولدينا مصالح مشتركة نود أن نتعاون فيها بشكل أوثق وعامق، ونشارك أيضا في تحديات المبادلة مشابهة بيننا بين كل البلدين، سواء كنا في ألمانيا أو في المغرب. نحن في الحالتين دولة عبور ودولة انطلاق للحجرة. ولذا أيضا خلال اللقاء اليوم مع سيد وزير الخارجية المغربي اتفقنا على تعزيز التعاون بيننا من أجل التعامل مع موضوع الحجرة، وأعتقد أنها سيكون ذات نتائج إيجابية ومثمرة جدا لو استطعنا أن نوثق هذا التعاون بخصوص الهجرة خاصة. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء. اسمحوا لي أن أضيف فقط نقطة واحدة، كما أنني أود أن أكرر التعبير عن التعازي والتعاطف العميق من أعماق قلوبنا بصفتي ممثلة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية رسميا بالنسبة لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب منذ 6 أسابيع. هذا الزلزال المروع الذي أدى إلى فقدان عشرات بل مئات الأرواح، ونحن مع الضحايا ومع أهاليهم ومع أصدقائهم. وإذا مرة أخرى أكرر هذا التعبير عن تعازي عامق القلوب من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتيجة ذلك أيضا قدمنا المساعدات للتعامل مع أثار الزلزال، ونتيجة ذلك أيضا اتفقنا في الأمس في الاتفاقية التي وقعنا عليها أو في إعلان النوايا التي وقعنا عليها عن النية لتعزيز التعاون في مجال حماية المدنيين كذلك لمصلحة البلدين. شكرا جزيلا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.